يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هل يؤخذ من هذا أن الله سبحانه يكلم أهل النار؟ نعم، كلمهم كلام توبيخ، ما هو كلام إكرام، كلام توبيخ، نعم، ولوم وعتاب، ليس كلام إكرام كما يكلم المؤمنين أهل الجنة. نعم، الله جل وعلا يقول لأهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، الإكرام خطاب إكرام. نعم.